ختام المباراة أو بعد نهاية المباراة ردة الفعل الأولية والحديث الأولي جاء على جزئين للمشرف العام على فريق كرة القدم بنادي النصر الأمير الوليد بن بدر. نتابع ماذا قال أولا. إلى الآن المستوى أفضل الحمد لله على كل شيء، ما هو بأفضل حالاتنا لا شك، لكن حنا يعني قلنا من البداية حتى وقت الانتصارات قلنا أن في عمل ولا بد أنه يكتمل، وإلى الآن لسه حنا ما بعد وصلنا. يمكن في ناس كثير يعني استعجلوا شوي مثل هذا الأمر، لكن حنا كنا واقعيين وحاولنا نبين لجماهير نادي النصر أن لسه العمل في بدايته. عاد إن شاء الله ربي يوفق إن شاء الله. أنا ما زلت يعني إلى الآن تقريبا انتشر خبر عن بعض التعاقدات، طبعا لا يمكن اسمي بما اني رسمي الا بعد ما ينتهي كل شيء، لكن احنا كنا صريحين وشفافين مع جماهيرنا، جماهير نادي النصر. عندنا يعني مشاكل كثيره، عندنا عجز مادي كبير. الفكره كانت اننا نتعاقد فقط للست شهور القادمه، وطبعا مثل هالوقت هذا لا يمكن تلاقي لاعبين مميزين، فاحنا نبغى ننهي الموسم الحالي بما نستطيع اننا نحسن المستوى، وهذا اللي احنا نامل فيه حاليا. طبعا تعاقدات جميعها بتكون الى فتره الستة اشهر الاخيره فقط، وباذن الله نبحث من الان للاعبين ان شاء الله يفيدون الفريق، ويعني الاوقات اكبر ان شاء الله على اساس انهم يكونون فعلا مميزين لفريق نادي النصر وفق الطموح اللي هم يرغبون فيه، او اللي احنا كنصراويين نرغب فيه بانه يكون مستمر. لا، لكن وفق حاجه الفريق حاليا. اي نعم، انا لا استطيع ان اقول برازيلي ولا اي جنسيه اخرى الى ان يكتمل الموضوع، لكن ان شاء الله كل التعاقدات او التعاقدين القادمه ان شاء الله بتكون وفق حاجه الفريق، بحيث انهم يفيدون الفريق فنيا ان شاء الله. الى الان على حسب معرفتي ان عبد عطيف لاعب شبابي، وما نستطيع ان نتحدث عنه نهائيا اصلا، فانا لا استطيع ان اسمي الا بعد ان انهي. لا مو بصحيح، انا لا يمكن اتعاقد مع لاعب واجيبه الا لما اضمن اني بقدر اسجله. انا عندي يعني ملفات كثيره موجوده لابد ان انهيها في السابق او قبل وبعدين ان شاء الله. يعني الى الان انا عندي ما زال ملفين معلقين، ان شاء الله بغضون اليومين القادمه انهيها، وبعدين على اساس ان نستطيع تسجيل اللاعبين ان شاء الله. معلقه ماليا تتحدث؟ طبعا نعم. الأمير الوليد بن بدر كان نافيا أو متحدثا في هذا الحديث عن أنه ينفي أي تعاقدات في الفترة الحالية، على الرغم من أنباء كانت قد ظهرت في الساعات الماضية حول التعاقد مع لاعب برازيلي وآخر كوري، لكن على الرغم من هذا هو نفى كل ذلك. أيضا نفى أن تكون هناك أي أحاديث مع عبد عطيف في المرحلة الحالية طالما أنه مرتبط بناديه الشباب ولم يتم الانفصال في هذا الإطار أو لم تتم المخالصة. أيضا الأمير الوليد بن بدر كشف عن أن لديهم مطالب مالية بالتالي تعيق تسجيل أي لاعبين جدد في النادي، وهو الأمر الذي أشار له نائب رئيس لجنة الاحتراف قبل يومين في برنامج الملعب، قال أن هناك أندية عليها مطالب مالية ولن تستطيع التسجيل. في الجزء الثاني نتابع ماذا قال الأمير الوليد بن بدر عن لجنة الانضباط. لا شك أننا نمتثل لقرار اللجنة. أنا اللي أحب أوضح شيء واحد، يعني قرار اللجنة نفسه بالحيثيات حقته ذكروا أن فعل فاعل، وبعدين ذكروا أنه كان في توضيح. يعني لو ما ذكروا التوضيح كان نقول معاهم حق، لكن ذكروا أن كان في توضيح، وذكروا أن التوضيح قصد به أو تم توضيحه بأنه كان سيء، بما أن الأمر كان كذا فلماذا كان الإنذار من أساسه؟ عموما انا احب اقول للجميع، واقول كذلك لجنه الانضباط ولجان، انا مسؤول عما اقوله لا عما يفهمه البعض. انا اتحس يعني المفروض حتى لما يطلع فعل فاعل وهي مجهول ولم اوضحها، اعتقد كان المفروض من اللجنه انها تستدعي وتقول يعني وش تقصد بفعل فاعل، وحسب الجواب يتم يعني قرارهم. انا يعني ساعدتهم بانهم ما يحتاجون الاستدعاء، وهم ذكروا هالامر بحيثيات قرارهم اني قلت ان الحكم كان سيء. هذا كل ما في الامر، لكن اذا يعتقدون ان مثل هذا الامر يعني بيمنعنا ان نقول
في يوم من الايام ان في حكم سيء ولا اساء لفريقنا ولا شيء مثل هذا القبيل، انا ما اعتقد، يعني ما اعتقد ان كان فيها اساءه للحكم انك تقول الحكم سيء. واذا في يوم من الايام حصل ان احد يعني اعتقد انه جنع بحق فريقي او ما شابه، لابد اني اقولها، والجنايه هنا لا اعتبرونها انها جرم، لكن جنايه اي بمعنى ان الفريق تضرر منها. ما ادري، يمكن بعدين نحتاج نجيب القاموس معنا وبعدين نتحدث من خلال القاموس على اساس اننا ما نخطأ بالهذا. عموما انا لما اطلع واتكلم، انا اتكلم اوضح للجماهير وابين اللاعبيني اني انا موجود، انا اقدر اتكلم نيابه عنكم، لكن اذا انا ما استطيع الحديث ولا ابين مثل هذه الاخطاء، فساعتها من حق اللاعبين انهم يعني يتصرفون في الملعب، انهم يعترضون على قرارات تحكيميه. حتى بالنسبه للجنه الحكام، انا اعتقد هم المفروض يكونوا سعيدين بمثل هذا الامر، لاننا قاعدين نساعدهم. ولو ترجعون لجميع الحكام الاربع او الخمس مباريات اللي مضت اللي انا كنت موجود فيها، انا متاكد ان كلهم بيشكرون في لاعبي نادي النصر ومساعدتهم لهم بالارتقاء، يعني او بان المباراه تظهر بشكل جيد. انا لن اسقط على احد بصراحه، يعني هم يعرفون عمله، لكن انا اتكلم عن نفسي، انا عن وليد بن بدر. انا اي نعم قلت فعل فاعل، ويمكن كان من الخطا اني اقول فعل فاعل واتركها عايمه. قصدي كان من المفروض قبل ان يتم اي قرار استدعاء الشخص بغض النظر وليد بن بدر او اي شخص اخر، ماذا تقصد، ويعلن عن القصد إذا كان فيها إساءة أو مش. أنا لما قلت هالمقولة هذه قصدت فيها كذا، لكن هم تبعوا للإعلام. أنا أرجو فقط من لجاننا الكرام أنها ما تمشي على حسب. أنا بشوف عموما باليومين القادمة هذه التناقضات اللي بتحصل من خلال تصريحي وتصريح ناس آخرين. مثل ما قلت، أنا أحترم الجميع وأقدر الجميع، لكن أرجو أن لا ننساق وراء الإعلام. إن حنا هبنا الإعلام بأكثر مما يحتمل، ساعتها ما عاد صارت رياضة. الإعلام يعني تعدى الأدوار اللي المفروض يقوم بها إلى أدوار أخرى. وأنا أتمنى من لجاننا أنها فعلا ترجع الأمر إليها هي، لا وليس إلى الإعلام. الأمير الوليد بن بدر ممتعضا من القرار الصادر من لجنة الانضباط. أشكر الزميل عبدالله العضيبي لأنه اليوم كان كالتواجد وحصل على هذا الحديث والتصريح. ليلة البارحة كان في نجران، أعانه الله على كل هذه الرحلات المتتالية. عبدالله فلاتة، كيف تعلق؟ بالقول الصريح يعني من سمو الأمير الوليد، أو حتى تصريح أمير عبد الرحمن بن سعد أمس، إلا كان أنا أعتبره تصريح في قمة البلاغة. يعني قال العبارة اللي يريدها وبالطريقة اللي هي، القانون ما يأخذ بالنوايا. النقطة الأخرى، الزميل فهد برباع أتكلم في نقطة أنا صراحة حاب أني أعلق عليها. قال إنه المفروض يصدر عن مجلس إدارة. نعم بالتأكيد القانون يصدر من المشرع، اللجان تصدر توصياتها، ترفع توصياتها بلا صح للمشرع اللي هو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، هو من يصدر القانون أو يشرع النظام الجديد. بالنسبة لتصريح الأمير الوليد بن بدر، نعم لا يمكن معاقبة أي شخص على النوايا الداخلية، ما حتدخل في نواياه، إنما تأخذ بالحديث العلني إلا صرح به شخص كائن من كان يعاقب أو تتخذ ضد المخالفة بناء على الكلام اللي صادر منه، وهو الذي يحاسب عليه. طيب أنت رجل قانوني يا عبد الله، أنا أعرف تخصصك أنه في القانون. حديث الأمير الوليد بن بدر قال أنني أنا من بادرت بتفسير ما قلته، وهذا سهل على اللجنة. هل يفترض في اللجنة أنها لابد أن تستدعي كل من يتحدث، كل من يصرح، من أجل أن تتخذ قرارا؟ والله عادة في أنظمة المخالفات لا، في أشياء ما تحتاج، بس في الغالب يعني التحقيق يكون يعني حق من حقوق أي شخص يعاقب على الإطلاق. لكن في الرياضة وأوضاعها المستمرة، إحنا بنشوف اللجنة عندها قصور في جوانب معينة، زي ما تكلمنا يمكن قبل فترة بسيطة عن الجماهير والعقوبات، واللجنة تنتظر سي دي من نادي علشان تتخذ. لا، اللجنة يفترض عندها آلية لرصد المخالفات واتخاذ القرار. هذا يعزز الثقة فيها ويؤكد على قوتها. نعم. في اتخاذ القرار. طيب محمد،
يعني أنا ممكن ألتقط جزئية اللي هي في كلام الأمير وليد، وأنا يمكن أتفق معه كثيرا، اللي موضوع أنه لابد من دعوة مثل ما يقدم في تصريحات لاستيضاح الأمر. يعني بلا شك أن لجنة الانضباط يعني وضعت نفسها في حرج كبير في بعض الآن التصريحات اللي تثار بين حين وآخر من رؤساء الأندية أو من أعضاء الشرف أو ما إلى ذلك من منسوبي الأندية. أنا أجد أن لجنة الانضباط وضعت نفسها حقيقة في حرج في عملية تضييق الخناق على أعضاء الشرف أو المسؤولين في الأندية، وكأنها تمارس تكميم الأفواه، وهذه للأسف يعني خاصية للأسف سلبية حتقلل من يعني المتابعة والإثارة في كرة القدم. جزئية أخرى ذكرها سمو الأمير ويمكن أتفق معه رغم أنني إعلامي، في موضوع الإعلام بعض المرات ينال من بعض الأشياء وبمثابة انتقائية، يكبر بعض الأشياء ويضعها في خانة قد تكون هي مساوية لجزئية أخرى، ولكن للأسف بعض الأشياء قد تثار أكثر وتعطى أكبر من حجمها، وبالتالي قد لجنة الانضباط تتجه إلى هذا الاتجاه. الإعلام يشوه الحقائق؟ يعني الإعلام قوي و هو ينقل الحقيقة، ينقل الحقيقة، لكن بعض المرات للأسف هناك طيب. من يعني يأخذ انتقائية في بعض المواقع طيب. فيما يخص الاحتراف للنصر أو الطلبات المالية التي يعاني منها كان واضحا في هذا الأمر، واضحا لأن الإدارة الآن إدارة كرة القدم بصراحة يعني حملت تركة كبيرة في هذا الجانب. الآن هي اتجهت إلى الجانب الإداري ونجحت بامتياز في اختيار الكثير من الكوادر والكفاءات. الدور الفني الآن يفترض أن يكون في اختيار العناصر سواء المحلية أو الأجنبية. طيب.